وزارة الصحة الموريتانية تطلق مشروع لتحسين خدمات صحة الأمهات والأطفال حديث الولادة والحد من الوفيات المرتبطة بمجال الصحة الإنجابية، مشروع رسمي يستهدف 6 مراكز صحية، 5 منها في الداخل الموريتاني وواحد بالعاصمة نواكشوط. وفيات النساء الحوامل والأطفال حديث الولادة تشهد ارتفاعا في موريتانيا، حيث ما زال تحديا يواجه الصحة العمومية وفق بيانات وزير الصحة الموريتاني الذي عد جوانب من تجليات ذلك الارتفاع وشفعها بعزوها إلى أسبابها المباشرة. وهو الحد من مؤشر وفيات الأمهات والأطفال حديث الولادة، والذي ما زال بلادنا للأسف مرتفعا نوعا ما نتيجة لعوامل عديدة، منها نقص المصادر البشرية المتخصصة بالمجال، فبعض المستشفيات لا يوجد بها أو لا يزاول بها بشكل دائم متخصصون بأمراض الأطفال أو إخصائيون بأمراض التوليد والنساء، وكذا نقص أعداد القابلات بالنقاط الصحية وخصوصا النقاط الصحية النائية، وكذا أيضا وجود 30% من سكان البلد خارج التغطية الصحية، أي يبعدون 5 إلى 10 كيلومتر من أقرب وحدة صحية عمومية. على حين توقع متحدث باسم المؤسسات المالية الإسلامية أن يساهم المشروع في تراجع نسب وفيات الحوامل والأطفال حديث الولادة في أفق 2025، مدرجا المشروع في إطار تعضيد الجهود الرسمية للارتقاء بواقع الخدمات الصحية الإنجابية. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض معدلات وفيات الأمهات إلى أقل من 220 وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2025، و70 وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول 2030. وبالنسبة لوفيات الأطفال حديثي الولادة، يرتقب أن يساهم المشروع في خفضها إلى 20 وفاة لكل 1,000 ولادة بحلول عام 2025، و12 وفاة لكل 1,000 ولادة بحلول عام 2030. وتخللت الاحتفالية الرسمية عروض فنية تناولت الأهداف المتوقعة من المشروع الصحي وانعكاساته المستقبلية المحتملة في مجال تحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديث الولادة، والعمل من أجل الحد من نسبة الوفيات المرتبطة بصحة الأم والطفل. المشروع الصحي المعلن انطلاقه بنواكشوط، الذي تبلغ التكلفة المالية المرصودة له زهاء 16.3 مليون دولار، ممول من لدن البنك الإسلامي للتنمية، وينفذ على مدى 4 سنوات. وفق ما أفاد به مسؤولون صحيون موريتانيون، يسعى المشروع إلى تحسين الرعاية الصحية الإنجابية للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديث الولادة للارتقاء بواقع خدمات الصحة الإنجابية، ولا سيما في الولايات الداخلية البعيدة عن المراكز الصحية التي تعرف تراجعا في الرعاية الصحية من جهة، وتزويد الطواقم الطبية بالمهارات والوسائل الكفيلة بالنهوض بصحة الأمهات والأطفال حديث الولادة من جهة ثانية.